حلقة براءة فضل شاكر، كنت متوقعة يجينا ردود كثيرة بس بصراحة مش لهالدرجة، إن كان على اليوتيوب، الإنستغرام، تيك توك وطبعاً الفيسبوك وتويتر. عم نحكي عن الحلقة الخاصة يلي عرضنا فيها عدة أدلة وتصريحات لمسؤولين بتأكد براءة فضل شاكر بمعركة عبرة، واللي كان أهمها نص حكم البراءة من المحكمة العسكرية. الردود الإيجابية كانت أكثر بكثير من السلبية، وتفاجأنا بكثار تواصلوا معنا وأكدوا لنا إنه ما كان عندهم أدنى فكرة عن كل المعطيات يلي عرضناها، وكان في عتب كبير من قبلهم على القسم الأكبر من الإعلام اللبناني يلي للأسف خبر القصة من جانب واحد وعرض الوقائع بشكل ناقص، بالإضافة لعدم التركيز على حكم البراءة المؤكد من قتال الجيش. قالوا لنا بالحرف الواحد للحقيقة كنا ظالمينه لفضل، بس أهضم شيء هن اللي قالوا إنه هيدا الحكم هو بغير قضية. لا كتير هالقد، ما قرينا لكم نص الحكم، إنه شو في بعد أوضح من هيك؟ مش ممكن. يا حياة قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حتى رح تنسى وتغواني أو تلقاني كل جرام كم سهرني ليالي وانت على بالي. وبالحديث عن الإعلام بدنا نشكر الزملاء الصحفيين يلي نشروا أخبار عن الحلقة اللي عرضناها، مش رح فينا نعددهم أكيد لأنهم كتار، بس بيبقى دايما في قسم بيحب يهاجم هيك لأنه عنده عقدة نقص هو، شو بعرفني؟ لفتني مقال اتهمنا فيه انه في جهات معينه هي وراء هالحلقه وانه كان في محاوله لزج اسامي معينه لتبييض صوره فضل شاكر، وقال ناطرين منهم ردود. هلا ما كثير تركزوا على كلمه زج، كلمه كبيره هيدا مش في مكان بيقدر يقولها، بس اللي ضحكني بالموضوع انه ناطرين ردود من هول الاشخاص، يعني النائب شيمن روكوز رئيس المحكمه العسكريه والوزير السابق فايز غصن. يا حبيبي انه كيف بدهم يردوا على حالهم؟ مثلا نحن كل اللي عملناه انه عرضنا تصريحاتهم المسجله بلقاءات صوت وصوره واللي بتأكد البراءة، أما الجهات اللي واقفة وراء هالحلقة فهي التفتيش عن الحقيقة وضميرنا اللي بحتم علينا نقول الحق فقط لغير، بغض النظر عن كل الردود والشتايم اللي ممكن توصلنا واللي مش ممكن تهزنا أو تأثر علينا. وهون بحب استشهد بعبارة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عوني يلي بيقول إذا خيروني بين سمعتي وضميري بختار ضميري. يا ويلي ويا ويلي تعبان خايف تجرح من الأحزان. أما الشتامين اللي اتهمونا بأبشع العبارات السوقية اللي بتشبه أخلاقهم وتربيتهم بتحرزوش رد عليكم، بس بدي أقول كلمتين، أنتوا ما بدكن الحقيقة والحقيقة ما بتهمكن، أنتوا ناس مرضى بتعبروا عن عقدكن النفسية بالشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنتوا شوية منافقين ومزيدين لأنكن علقتوا من دون ما تحضروا. هلأ حضرتوا ما اقتنعتوا هيدا غير موضوع، بس كان واضح من طريقة التعبير أنكن مش فهمانين شي من شي وحكيتوا لمجرد الحكي. أما بخصوص الجيش ومحبة الجيش، أنا بي كان بالجيش ونص أهل ضيعتي شهداء للجيش، وقائد الجيش الحالي جوزيف عون هو ابن ضيعتي وشايفة حالي فيه قد الدنيا. يعني إذا الجيش بالنسبة لكم خط أحمر، هو بالنسبة لي كل الخطوط الحمر. حدن شي زايد علي يرضى عليكم، بس ربنا عطانا عقل مجاني لحتى نستعمله، واحتراما للجيش وذكرى شهداء الجيش فتشوا عن الحقيقة. وهيدي آخر مرة بحكي فيها عن الموضوع، أكيد مش آخر مرة بحكي فيها عن فضل، لا قصدي آخر مرة برد فيها عليكم. فستان الحلوة بيغيني، فستان هم دوخني عيني. سلطان الطرب جورج وصوف بجرش، يعني يا هيك تكون المهرجانات يا بلا. مش معقول تفاعل جمهور جورج وصوف مع كل آه وكل نفس وكل عربة، أكيد ومثل العادة غنوا أكثر منه بقلبهم وصوتهم وإيديهم المرفوعة دايما لفوق واللي ما بتتعب من الزقيف. حالة عشق غريبة بتجمع بين جورج وصوف وجمهوره مش بس بجرش، وين ما كان بالعالم. هيك حفلات كفيلة بأنها ترجع العز لجرش وليالي جرش هالمهرجان العريق يلي عانى كثير بالسنوات الماضية بسبب
بظروف عديدة حتى يرجع من الطبيعي يستعين بمطربين استثنائيين مثل جورج وصوف. دورة جرش للعام الحالي شارك فيها كمان ماجد الرومي، نجوى كرم، سيف نبيل وغيرهم، أما الختام فكان مع عمر عبد اللات. شو بيصير لهم الفنانين الشباب؟ ولا ما بعرف، ازياء غريبه عجيبه واشكال اغرب. انه مثلا فنان كبير مثل قصي خولي هو بالاساس شب حلاوه وطلته مهيوبه، شو مضطره يعمل عمليه تعريض حنك او يطل بهيك لوك بحفله الميركس دور؟ نفس الشيء بالنسبه لوسام حنا، بدله بتلمع واخضر ولو. اما سيف نبيل فحدث ولا حرج، كانه نازل هلا من كوكب زحل. اشحار وتعتير انه ما بدها شيء، فيكم تستعينوا بناس اخصائيين باللبس والموضه، بس هيك مش مقبول. ما كانش تجميل نهائيا، يمكن بعض المناطق حيت منهم، سحبت منهم الفيلر. زياده على ذلك اعتمدت في الصيف لانه البشره، اعتمدت على البشره انني نعتني بها اكثر وتكون فريش، لانه في الصيف ما كنبغيش بزاف ديال الميك اب، كيكون غير كما كنقول لهم ديما ماسكارا وغلوس. اختاه صادقه من غير ما تحلفي، قال كرامات، قال يا ريت عزيزتي تكملي معروفك وتخبرينا شو هن هول الكرامات، انه قطعنا الأربعين ومستعملين كرامات ياما ولا مره اخذنا هيك نتيجه، انه اذا عملي عمليات لا هو عيب ولا هو حرام، واصلا واضح يعني ما فيك تخبي، كوني صريحه احسن ما تضحك الناس عليك. ذكرتني بنوال الزغبي لما طلت اول مره بكليب اللي تمنيته وكانت عامله تجميل بوقتها بعتقد لاول مره، بس نفكت كمان لما سالوها وقالت انه هالسبب هو الاضاءه الزرقاء بالكليب. يمكن دينا مستعملة كمان كريمات زرقاء، شو بعرفني. اللي تمنيته بأحلامي دلوقتي لقيته. اتحفونا فئة من الشعب العراقي بحملة على السوشيال ميديا ضد إليسا على أثر إعلانها أنه عندها حفلة بالعراق، ونزلوا لها هاشتاجات أنه لا أهلا ولا سهلا، والسبب شو؟ أنه هي مناهضة لسياسة الحزب بلبنان. طبعا أنا مثل غيري تفاجأت يعني بهالخبرية، لأنه هودي الفئه من الشعب العراقي هن قاعدين بالعراق، ما بعرف ليش هن مفكرين انه بيقدروا يعلمونا نحن هون اللي قاعدين بلبنان مين لازم نحب ومين ما لازم نحب، هن قاعدين بالعراق. بس رجعت فكرت انه مين هن هودي اليسا، هودي الناس اللي عم يعملوا هالحمله عليك؟ اكيد هودي الناس تاريخهم عظيم ومشرف، تا عم بيشوروا على العالم ويعلموا العالم مين لازم يحب ومين لا. خليني خبرك من هن هولي اليسا، هولي يلي عم يهجموك يا إليسا يا بنت بلدي يا ساقي الأرزات، هن زيتهم اللي كانوا يلحصوا له صباط ولا صدام حسين، وهو يستعملهم وقود بحربه ضد إيران وما يسترجوا يفتحوا تمهم ولا كلمة، على العكس يعملوا له تماثيل بمناطقهم. هول هن اللي عم يشوروا عليك يا إليسا، يعلموك مين لازم تحب ومين لا. هيدا الفيديو التافه والسخيف من صديق إليسا بيير حشاش، ردا على الحملة اللي تعرضت لها على تويتر من عراقيين رافضين إحياء على حفلة بالعراق بتاريخ 22 أكتوبر. عدة هاشتاجات تصدرت مواقع التواصل وكان أبرزها عراقيون يرفضون غناء إليسا في العراق، ولا أهلا ولا سهلا بإليسا بالعراق وغيرها. هلأ ما رح نفوت بأسباب الحملة، مواقف إليسا سياسية، بس الملفت كان رد إليسا على فيديو بيير الحشاش لما قالت صدقني يا بيير هول ما بيمثلوا إلا جزء صغير من شعب العراق. هلأ ما بعرف شو كان قصده، وإذا قصده الطائفة الشيعية الكريمة إنها ما بتمثل بالعراق، بس عطول إليسا بتجرب تكحلها بتقوم بتعميها، ما كان مفروض ترد أصلا، وكأنها عم تتبنى كلام بيير وموافقة عليه. هالكلام اللي حمل إساءة كتير كبيرة للشعب العراقي كله، هالشعب اللي عانى كتير وبعده عم بيعاني للأسف، بما أنه بيير صديقة كان مفروض تطلب منه حذف الفيديو من الأساس. يلا الله يهدي الجميع، شو بده يحكي الواحد، مع العلم أنه رد إليسا لفت نظر الناس أكثر على الهاشتاج. يي لحظة، ما علقنا على جملة إليسا ساقي الأرزات، شو كان عم بيقول؟ بلا ما نعلق؟ طيب يلا بلاها. انت مفكر انه هاي دراما؟ رح برجيك الدراما على اصول.
يا شو حلو هالمسلسل، ما بصدق على طريقة باميلا الكيك بمسلسل على الحلوة والمرة. عن جد إذا بعدكم ما حضرتوه نصيحة، ما تروحوا عليكم هيدا المتعة، واحد من أجمل المسلسلات يلي عم نتابعها حاليا على منصة شاهد. القصة كتير مشوقة، من بطولة نقولة معوض، دانا مارديني، باميلا الكيك، سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبوس، جوتراد، هادي بوعياش، نور علي وغيرهم كتار. مسلسل بيجمع بين كوميديا الموقف، الرومانسية والدراما، السيناريو لامي حايك ولبنى مشلح، أما الإخراج كمية التنمر اللي تعرضت لها الفنانة أحلام بعد حفل افتتاح إكسبو 2020 بدبي مخيفة فعلا. عدد كبير من التعليقات اللي تمسخرت على أحلام اللي غنت مقطع باللغة الفرنسية، يعني ما عم بفهم بصراحة هول الأشخاص يلي ما عندهم شغلة ولا عملة غير يتمسخروا على غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويتهموهم بقصص وخبار. شي بيعملوا نادين نجام عميلة إسرائيلية، شي بيسموا ناجل قصة مطرب النترات لأنه غنى بعرس بنته للوزير يوسف فنيانوس المطلوب للتحقيق جريمة مرفق بيروت. غريبين عن جد كيف بيحكوا كأنه بدهم يربوا العالم. مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما تكون للتواصل صارت مواقع للشتم الجماعي. أحلام ما كانت عم تلقي محاضرة باللغة الفرنسية، ومعروف أنه هي أصلاً ما بتتقن هيدي اللغة، كمان لا هو عيب ولا هو حرام. والمقطع يلي غنته كان ضمن أغنية خاصة انعملت للمهرجان ولا دبي يلي صارت مدينة عالمية. يعني عن جد خفوا علينا شوي، ما بدها هالقد. أنا بالعكس بحييها على جرأتها، خصوصا انه الحدث كان منقول على محطات كثيره ومنها تايم سكوير بنيويورك، وانتم خليكم قاعدين عم تتمسخروا. ايه وبالنسبه لبعض الاعلاميين والفنانين والمشاهير يلي صاروا يقارنوا ليله الحدث بين دبي وبيروت، انه حلو تعبروا عن اعجابكم بدبي مش غلط، بس مش ضروري ابدا تجرحوا ببلدكم، مش هيك بيحترموكم والله. وقفوا حده وساعدوه خليه يتخطى هيدي الازمه حتى يرجع يوقف على اجري. تافهين عن جد يا عيب الشوم. سيرين عبد النور عم تتحضر لتصوير مسلسل جديد رح ينعرض على منصة شاهد من إنتاج شركة الصباح. المسلسل بعده بمرحلة الكتابة حاليا، يعني بعد ما في تفاصيل محددة لحتى نحكي عنها مثل اسم المخرج أو اسم المسلسل أو الممثلين، بس إن شاء الله قريبا. مساء الخير، وحشتوني جدا جدا جدا، غبت عنكم كتير وعن التواصل معي. عايزة أقول لكم إن دي صفحتي الرسمية على الفيسبوك. عايزه اقول لكم كمان ان كل الصفحات الوهميه هتتقفل من النهارده. عندي لكم كمان خبر حلو، خلصت مسلسل انا سفرت ودلوقتي بصور مسلسل المماليك. يلا بقى تابعوني على الفيسبوك، وحشتوني. يا اختي الكياتة ايه ده؟ دود 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 دورا. رانيا يوسف مصرة تكون حديث السوشيال ميديا بحركات غريبة، انه عن جد حسيته اعلان خاص بالاطفال مش لصفحة ممثلة مشهورة، انه معقول؟ دورا 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 مغامرة دورا. شايفة مجتمع بص للمرأة مطلقة ازاي؟ على انها يعني سكند هاند، لسه ما بقيناش سكند هاند من الرجل الاخر اللي هيجي عشان يتجوزها، او يعني من الجيران. وبالذات لسه شايفه لسه الرجل المصري عايز واحده فيرست هاند. امتى ممكن تطلبي الطلاق؟ انا عمري ما هطلب الطلاق. لو عمل ايه باللذي؟ لو عمل ايه؟ مهما عمل، مهما عمل، لانه له حاجات كتير قوي تشفع له في قلبي. حتى لو خانك هبقى انا السبب. ده ايه الجمال ده؟ لو الراجل خان الست هتبقى هي السبب. بسم الله ما شاء الله. الممثل النجمي وفاء عامر منعرفك راكزي وفهمانه، اذا متفقه مع جوزك بتحبوا بعض وكله تمام وان شاء الله بتبقوا هيك لاخر العمر، هيدا حقك، بس ما فيك تعممي انه عملت كل الرجال ملايكه واذا خانوا شي مره بيكون السبب الست المفتريه. كيف هالحكي؟ عالا كان بكره اذا ضربها وعنفها وقتلها كمان بتكون كمان هي السبب. تبرير سخيف بصراحه وما له اي معنى. اما انك تقولي انه المجتمع بيعتبر المراه المطلقه سكند هاند فهو تعبير استعملتي كارثه عن جد، لانه المراه منا سلعه للاستهلاك حتى نعتبرها مستعمله او جديده، عيب. نانسي عجرم صورت 150 مع المخرجه ليلى كنعان، ومفروض الكليب ينعرض قريبا، ورح تصور كمان انا جايه معك مبدئيا بمصر. وهيك طلت نانسي عجرم على الجمهور بحفلتها الاخيره بقطر، بصراحه من اجمل اطلالات نانسي هالفستان الاحمر، رائع الفستان. مليت على فكره من اليوم ومن بكره وما عضل
ولا ذكرى تذكرني فيك. الختام مع فنانة اشتقنا لها كتير يارا، وبعد غياب طويل أصدرت أغنيتها اللبنانية الجديدة مليت، كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح. أغنية مميزة باللهجة اللبنانية من ضمن ألبوم يارا الجديد باللهجتين المصرية واللبنانية. من بعد الجهد اللي بذلناه لحتى نحفظ كلمة سبسكرايب، وإذ بتتصل فيي صديقة ضليعة باللغة الإنجليزية قالت لي يا رولا ما بيقولوا اعملوا سبسكرايب، لازم تقولي اعملوا سبسكريبشن، لأنه سبسكرايب هي الفعل والسبسكريبشن هي المفعول به، إنه لغويا غلط. يا عين على راية عادل إمام، أنا ناقص يا خويا، هيدي مثل كلمة زج بأول الحلقة. يلا اعملوا سبسكريبشن لحتى يكتروا السبسكرايبرز. يس زبطت.